كلاوات البحوث. بالفيديو السابق احنا تكلمنا شلون تعمل بحث، بفيديوهات سابقة تكلمنا شلون تعمل تقرير وشلون تعمل سيمينار. فكل المصادر وكل خلينا نقول المكونات انا كن شرحت لك عنها بتفاصيله، بس اكو شيء كلاوات البحوث او كلاوات التقارير اللي هم اكو بعض الاشخاص يستخدموها. على سبيل المثال احنا كان مثلا بالكلية طلبوا من عندنا تقرير، مثلا اكو اشخاص ايش يعمل تقرير مثلا على موضوع معين، ايش يعمل هو؟ يروح ياخذ هذا الموضوع من احد طلاب بغير جامعة باحدى المحافظات الثانية، ياخذه من عنده وبعدين هو يعدل عليه وكذا، بس يعدل على اسم وراح هو يعمل وكأنه هو البحث مالته وكأنه هو التقرير مالته او السيمينار مالته، ويجي راح يلقي للآخرين وكأنه هو مالك هاي المعلومة وانه هو اللي بحث عن المعلومة. وطبعا هاي تصير كثير ببحوث بتقارير بسيمينارات، حتى تصور بمحاضرات، تصير محاضرات تدريسيين ياخذ هاي المحاضرة من تدريسي بجامعة معينة بالكلية المعينة ويجي ينطيها للطلاب ويغير اسمه ويقول انه هو اللي عمل هاي المحاضرة. فكثير تصير هاي الامور، بحيث احنا ما عندنا شيء اسمه كوبي رايت، وما عندنا شيء انه نحترم انه الملكية الفكرية او الملكية للشخص المعين. فهاي النقاط يعني تنم عن اخلاق الشخص حقيقة، بانه من يعمل تقرير او يعمل بحث انه بالفعل هو اللي يبحث عن المعلومة وهو اللي يعمل بحثه او يعمل تقريره او يعمل سيميناره، بحيث انه يكون عنده اخلاق بالعلم قبل لا انه هو دي يعمل هذا التقرير. طبعا صراحة ما اقول لك يعني شلون احنا راح نحد من عنده او انه احنا راح نكتشف او الى اخره، بس بالخارج لا، اكو مواقع خاصة اللي هو تيرند ان، موقع للبحوث، اذا انت كاتب اي بحث مغير بينه بعض التفاصيل شوية او كذا قبل يعني راح يلقطك، يقول لك ان هذا البحث بالفعل ما ياخذه كوبي بيست من افلام مقالة. فاكو مواقع صراحة يعني بالخارج يختلفون عن احنا هون، لا يعني خلينا نقول يعني خربطة يعني عايشين خربطة في خربطة. فكلاوات البحوث وكلاوات السيمينار تصير بشكل صراحة كبير، ويعني تنوم عن الشخص عشان راح يعرفون، راح يعرفون اكيد من راح تلقي انت البحث مالتك وما فاهم تفاصيله، فاكيد راح يعرفون انه انت جايب البحث من شخص معين وليس انه انت باحث عن المعلومة من خلال فهمك ومن خلال القائك ومن خلال الاسئلة اللي راح هيم يلقوها لك وطريقة جوابك للاسئلة اللي راح تنعطي لك. يمكن هذا الموضوع شوية شاطح، بس يعني حبينا نوجهكم بهذا الفيديو على انه احترم الملكية الفكرية للاشخاص وبس. نلتقيكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، مع السلامة.